طبعا chapter 5 بكتاب داس بحكي عن the classification of the soil. طبعا اول اشي يعني السؤال بدي اسالكم اياه، مين بيقول لي ليش بنعمل classification للصويل؟ Why do we classify the soil؟ يعني شو السبب، شو الهدف؟ مين بيقول لي؟ مين بيقول لي why do we classify the soil؟ ليش بنعمل classification the soil؟ او خلينا نسمي زي ما احنا describe in here، بقول لك انه soil classification system هو عبارة عن ايش؟ Soil classification system offer a common language between طبعا engineer to express the general properties of soil. Therefore انه انا بالنسبة لي لما بدي اعمل soil classification بدي to come up with names للصويل. مثلا according to the ASHTO بدي اقول لك الصويل هاي A1A، او بدي اقول لك الصويل هاي مثلا A24. هسا حتى انه انا كمهندس بشتغل مثلا على مشروع في منطقة معينة مثلا في امريكا في كندا، ولما احكي صويل A24 في كندا ولا في الاردن، هاي الصويل راح يكون لها نفس البروبرتيز، وبالتالي انا بدي يكون في عندي common language كانجينيرز بدنا نتعامل فيهم. Therefore راح يكون عندي different soils with similar properties may be classified into groups and subgroups according to their engineering behavior. هسا احنا basically the classification تبع الصويل اللي بنهتم فيه كمهندسين راح يكون في عندي according to the engineering behavior. Engineering behavior يعني بدي اعرف PI، بدي اعرف liquid limit، وبدي اعرف مثلا sieve analysis results. Most of the soil classification systems that have been developed for engineering purposes are based on simple index properties such as particle size distribution هو جاي من sieve analysis والplasticity. فبالتالي هاي الأمور اللي احنا بدنا نتطلع عليهم وبدنا نهتم فيهم. راح نشوف انه في عندي شيء بسميه texture classification واللي هم بيهتموا فيه جماعة الزراعة اكثر منا، ولكن احنا دائما it's important نتطلع على الـ classification اللي related للـ engineering behavior، لانه انا عمليا هاي الصويل بدي ابني عليها او وبدي احسب مثلا بيرنج كاباسيتي للصويل، بدي احسب سيتلمنت، او اني بدي استخدمها از فيل ماتيريال. بالتالي ممكن انت كمهندس تيجي تقول انا بدي فيل ماتيريال بالمشروع هذا بالمنطقه هاي A1A صويل، او تيجي تقول بدي ماتيريال مثلا البي اي اللي هيكون less than 10. فبالتالي هاي بتساعدنا كثير to investigate the soil or to write the specification of the soil. عندنا أول نوع اللي هو بنسميه إشي texture classification. Texture classification هو بيكون refer to the surface appearance of the soil. يعني ما بتعامل بالplasticity أو الأثرberg limits. We don't include them in. Therefore الصويل بتكون generally mixture of particles from several groups and are named after their principal components. هسا في عند الـ USDA إذا بتذكروا بشابتر 2 لما طلعنا على table I think 2.3 في عندي إشي بسميه اللي هو الـ United States Department of Agriculture. They have their own texture classification system. هذا is categorizing soil based on the percentages of sand, silt, وكلي. إذا تذكروا في التابل هذاك عرفوا شو هو ال طبعاً based على percentages of material passing specific seed sieve، عرفوا شو هو sand، وعرفوا شو هو silt، وعرفوا شو هو الكلي. Based on that طلعوا ب their own texture classification system. فبالتالي they are classifying the soil based in the particle size distribution.
not based on the plasticity index. فإذا بنرجع للتابل 2.3 اللي حكينا عنه أكثر من مرة وشرحناه، عرفوا الساند هو أي ماتيريال من 2 ل 0.05 مليمتر in diameter، وعرفوا السلت هو أي ماتيريال من 0.05 ل 0.002 مليمتر in diameter، وعرفوا الكلي أي إشي smaller than 0.002 مليمتر. طبعا بالتالي أنا if I need to rely on this I need to do اللي هو sieve analysis وhydrometer testing. ما خلينا نطلع مثلا على example here. يعني تلاحظوا عندي chart هون، بدي أعرف the percentages of clay here والpercentage of sand here، وهون عندي percentage of silt. فبالتالي أنا بدي أدخل على الشارت هاي وأشوف قديش البرسنتج أوف ساند أو قديش برسنتج أوف سيلت، قديش برسنتج أوف كلي، قديش برسنتج أوف ساند، وأشوف بأي ريجن تقع. مثلا وقعت بالريجن هاي معناته راح تكون الكلاسيفيكيشن تبع الصول إز كلي لوم، أو مثلا ساندي كلي، أو بالمنطقة هاي بدها تكون كلي، أو هون لوم، أو مثلا هون ساندي لوم. فبالتالي مثلا بقول لك اذا كان الكلي 30% والساند 30% والسلت 40%، طبعا مجموعهم بده يكون 100%. فبالتالي لاحظوا اجينا على السلت هون حكينا this is 40%، واجينا على مثلا الكلي وحكينا هون الكلي 30%، و أجينا كمان مثلاً for this one الكلي 30% والسلت السلت هون قديش 30% اللي هو بده يكون هون this is the silt هون 30%، وهون عندي ال percentage of sand اللي هو عبارة عن 30%. فبالتالي I need to connect the dots and get مثلاً الصويل هاي شو الكلاسيفيكيشن تاعها. هسه بتلاحظوا الشارت هاي ما دخلت الجرابل. طيب انا اذا عندي percentages of gravel، يعني اذا كانت المواد هاي فيها 20% جرابل، مين بقول لي what do I do؟ What do I do? I need بدي أعمل correction. Assume إنه أنا عندي soil sample اللي gravel فيها 20%، sand 10%، silt 30%، والكلي 40%. بدي أعمل correction. يعني كأني ال gravel هذا بدي assume إنه ال 20% هاي مش included في الclassification تاعتي. بالتالي كأني بدي أعتبر إنه صارت السامبل سايز عندي بدل ما هي 100% راح تكون 100% ناقص 20%، وبدي أقسم مثلا الساند اللي هو 10% على 0.8، السلت 30% على 0.8، والكلي 40 على 0.8، وبدي أعمل كوركشن للبرسنتجز هذول، وبالتالي this one this value وthis value. بعدين بدي أدخل على الشارت اللي هي الشارت الموجودة هون، I need to put in those percentages مثلا، وبالتالي راح يكون الكلاسيفيكيشن الموجود عندي is clay، ولكن أنا I can't ignore ال 20% gravel. فبالتالي what do I need to do؟ Because كان عندي large percentage of gravel، فبالتالي الكلاسيفيكيشن بيكون gravelly clay. بالتالي أول إشي بدي أعمل correction، بعدين البرسنتجز هاي بدي what I need to do with it، I need to call it gravelly clay. طبعا لاحظوا إنه الكلاسيفيكيشن هذا ما دخل فيه أي إشي related للبلاستيسيتي، فبالتالي أنا هذا we call it textural classification، هو based على particle size distribution. وبالتالي هذا based على نسبة الساند، نسبة السلت، ونسبة الكلي. إذا كان موجود عندي gravel بدي أروح وأعمل correction. في حدا إله أي سؤال؟ في حدا يا شباب إله أي سؤال على الموضوع هذا؟ Any more questions؟
طيب خلينا نجي للي هو الكلاسيفيكيشن باي الانجينيرنج بيهيفير. فبالتالي شو هم الكلاسيفيكيشنز اللي باي انجينيرنج بيهيفير؟ هسه لما نحكي باي انجينيرنج بيهيفير معناته انا عندي شغلتين، عندي سيف اناليسيس وعندي اللي هو بلاستيك ليميت ليكويد ليميت، ومنه بطلع البي اي. هسه احنا بيسكلي انجينيرنج بيهيفير هذول اللي احنا بصراحه اكثر شيء بنهتم فيهم. يعني احنا we need to be aware and careful about the classification procedure. فبالتالي احنا ك civil engineers mainly interested في engineering behavior. ف as we mentioned before, the textural classification is entirely based على the particle size distribution and doesn't account for the type of the clay minerals. A textural classification is not adequate for engineering purposes. يعني احنا بصراحة textural classification اللي هو نسبة السان سلت الكلي هذا مش كثير احنا بنهتم فيه. و geotechnical engineer must consider plasticity. حطي لي هاي تحتيها 20 خط. Which results from the presence of clay minerals. بس احنا مستخدم موضوع البلاستيسيتي وقديش البي اي عندي، هاي بتعطيني انديكيشن عن وجود الكلي، واحنا وجود الكلي راح يغير طريقه التعامل بالديزاين، لانه ليتر اون راح نشوف انه انا اذا في عندي كلي وعندي مثلا ساتوريتد كلي معناته راح يكون في عندي لونج تيرم سيتلمنت، وبالتالي لونج تيرم سيتلمنت هاي راح نسميها الكونسوليديشن، وبالتالي وي نيد تو ستدي. Other systems of classification في عندي إشي مهم اللي هو الاشتو classification system مهم جدا، واليونيفايد سويل classification system. هذول basically they use the Atterberg limits to account for plasticity. بس احنا بصراحة أهم إشي عندنا اللي هم الاشتو واليونيفايد سويل classification system اللي هو مسميه ال USCS Unified Soil Classification System. هذا الموضوع مهم جدا جدا. طبعا الاشتو هي بتعاملوا مع اي شيء له علاقة بالطرق، فبالتالي الموضوع هذا مهم جدا جدا يا شباب. طيب خلينا نجي على الاشتو Classification System. هسا مين بيقول لي What does ashto stand for؟ مين بقول لي يا شباب؟ What does ashto stand for؟ What does ashto stand for؟ هي مكتوبة قدامكم، مين بقرأها إلنا؟ دكتور. American Association of State Highway and Transportation Officials. طيب يا شباب راح تشوفوا انه الاشتو هذا اللي هو الامريكان اسوسيشن اوف ستيت هاي واي اند ترانسبورتيشن اوفيشلز، they have specifications لكل شيء بدءا من they have a soil classification system، they have codes لكل شيء له علاقه بالطرق سواء جيومتريك ديزاين سواء بيفمنت ديزاين بريدج ديزاين اند ايفري ثينج. طبعا هذا there's system developed by 1929 and has been revised several times. هسا شو عملوا الاشتو؟ الاشتو قسموا السويل into 7 groups من A1 لA7 وحكوا انه soils where more than 35% of the particles passes sieve number 200 are group 4 A4 to A7 وسموهم silt and clay. والصويل اللي بيكون في less than 35% passes through sieve number 200 سموهم group A1 to A3. كيف هذا الكلام؟ خلينا نطلع هون. أنا عندي A1, A2, A3 هذول سموهم granular materials
وبكون في 35 or less passes through sieve number 200. طيب A4 و5 و6 و7 بكون عندي silt and clay، بالتالي بكون عندي more than 35% pass through sieve number 200. فبالتالي انا طبعا هسه راح نشوف التيبل تبعهم. فبالتالي بالنسبه للاشتو اول information I need to have اللي هي percent of material passing sieve number 200. إذا كانت هاي 35% or less معناته أنا بدي أروح على one of those names، والماتيريال بتكون عندي granular material. إذا كانت نسبة المواد المارة من مخ ال 200 أكبر من 35 معناته أنا رايح على السلت والكلي، وبالتالي الاسم راح يكون عندي بالشكل هذا. Therefore أنا لما أقول لك material بالجروب A1 معناته خلص أنت بدك تعرف إنه هاي granular material و percent of material passing sieve number 200 راح يكون 35% or less. هسه راح نشوف التيبل. طيب شو عملوا الأشتو؟ شو الكرايتيريا اللي بيستخدموها الأشتو؟ أول إشي عرفوا الجرافل، قالوا هو fraction passing من 75 مليمتر sieve and retained on number 10 اللي هو 2 مليمتر. فبالتالي تذكروا احنا لما حكينا بشابتر 2 بتيبل 2.3 كان عندي classification للجرافل والساند والسيلت والكلي حسب السايز تاعهم او من السيف اناليسيس والهايدروميتر بقدر احدد البرسنتجز. فهم حددوا الجرافل اللي هو اي شيء باسنج 75 مليمتر اند ريتيند على نمبر 10 اللي هو 2 مليمتر. ب الساند هو عباره عن الفراكشن اللي باسنج نمبر 10 and retained على number 200، يعني أي إشي من 2 مليمتر ل 0.075 مليمتر هذا سموه sand. السلت والكلي أي إشي passing من number 200 هذا بسموه سلت والكلي. طيب كيف تعاملوا مع الplasticity؟ حكوا the term silty is applied when the fine fraction of the soil have plasticity index of 10 or less. طيب the term clay is applied when the fine fraction have plasticity index of 11 or more. فبالتالي هذول شغلتين مهمين جدا. طبعا احنا راح نشوف هسه التيبل هذا وكيف نقدر نستخدم هذا التيبل. شغله مهمه جدا، اذا كان في عندي كوبلز and boulders اللي هي بتكون larger than 75 مليمتر هذول they are excluded from the portion of the soil sample from which classification is made. However, the percentage of such material is recorded. لأنه أنا basically I need to record and tell the engineer إنه أنا في عندي cobbles and boulders. ليش؟ لأنه لما بده يجي يعمل design مثلاً he needs to take into account إنه material هاي موجودة. خلينا نتطلع على الـ H2 classification system اللي هو موجود عندي. طبعا لاحظوا التيبل في مقسم عندي للـ upper portion والـ lower portion. الـ upper portion بقول لي انه يا عمي عندنا الـ granular material واللي هي 35% or less of the total sample passing number 200. وعندي الـ lower portion of the table اللي هو silty clay materials لما يكون عندي more than 35% of the total sample passing number passing number 200. فبالتالي أنا أول information لازم تكون موجودة عندي قديش نسبة المواد المارة من مخ ال 200، وبناء عليه أنا بدي أقرر هل أنا في upper portion of the table ولا lower portion of the table. طبعا عندي upper portion وعندي lower portion. After that بدي أدخل وأشوف هون لاحظوا بدي another information مثلا passing number 10 number 240 ونمبر 200. هسا حتى لو كانت أقل من 35%
بس ال 200 بده يكون عندي اول شيء هون بقول لك 15 ماكس، يعني الفاليو ما لازم تزيد عن 15، هون 25، هون 10، هون 35، هون مثلا 35 35 35، بل هي لانه اعلى شيء عندي 35. بعدين لاحظوا دخلنا الليكويد ليميت والبلاستيسيتي اندكس، فبالتالي انا to classify the soil according to H2 I need to apply a data اللي موجودة عندي from left to right. وبالتالي أنا بدي أشوف أنا في upper portion of the table ولا باللور portion of the table. بعدين بدي أروح by process of elimination. Therefore, the first group from left into which the test data fits is the correct classification. يعني بدي أجي أقول أنا مثلا بالvalue هاي كانت نسبة الماتيريال اللي passing sieve number 200 مثلا 34%. ماشي، هسه مين بقول لي وين اذا كانت percent passing 200 equal 34%؟ انا في اي portion of the table، في الابر ولا في اللور؟ معايا شباب؟ مين بقول لي اذا كانت 34% انا في الابر بورشن ولا في اللور بورشن؟ دكتور بالابر. طيب بالابر بورشن. طيب هسه في الابر بورشن هسه بدي اشوف انا اذا عندي 200 انا بقول لي 34، هل هاي ابلاي انه 15 ماكس ولا لا؟ No, doesn't apply لأنه هذا بقول لي إنه الماكسيمم 15 فهاي doesn't apply. هذا بقول لي ال 25 ماكس هاي doesn't apply. هون بقول لي 10 ماكس doesn't apply. فلاحظوا أنا عملت elimination لهذول كلهم. بعدين هسا 34 معناته كانت هاي apply وهاي apply وهاي apply وهاي apply. فبدي أروح لإيش مثلا للليكويد ليميت ولا البلاستيسيتي إندكس أشوف which one apply. هسا اللي already eliminated خلص ما بطلعش عليهم، بدي اطلع على هاي 1 2 3 4 وبدي اشوف based على الليكويد ليميت والبلاستيسيتي اندكس values اشوف شو نوع الصويل. هسا بتلاحظوا الصويل A1 مقسم ل A1A و A1B، الصويل A2 مقسم ل A24 A25 A26 A27، نفس الاشي هون A7، لاحظوا الـ A7 قسم الى A75 و A76. شو يعني A75 و A76؟ لاحظوا شو بقول لي، يعني هون شو بقول لي هون A و B، لاحظوا الـ A شو بقول لي for A75 بكون الـ PI less than liquid limit minus 30 less than or equal، وإذا كان الـ PI أكبر من أو يساوي الليكويد ليميت ماينس 30 بتكون الصويل A76. فأنا بدي أعتمد على الإليمينيشن بروسيس. فيرست أول خطوة بدي أحدد أنا في الأبر ولا اللور بورشن. الخطوة الثانية بدي أعتمد على السيف أناليسيس داتا وأشوف شو اللي بدي أعمل إلهم إليمينيشن. اللي بيظلوا عندي معناته بدي أروح للليكويد ليميت وبلاستيسيتي إندكس وأشوف شو بزبط عندي هون. شباب فاهمين الطريقة اللي مشتغل فيها؟ في حدا له أي سؤال أي استفسار لحد الآن؟ في حدا له أي سؤال أي استفسار؟ أي سؤال؟ أي سؤال يا شباب؟ شباب يعني بدنا نركز بالموضوع هذا لأنه مهم جدا جدا. طبعا بالنسبة للاش تو كلاسيفيكيشن أنا بيسكلي we use الاش تو كلاسيفيكيشن هذا to evaluate the quality of soil as a highway subgrade materials. يعني أنا بدي أبني طريق this is my existing ground، فبالتالي الصويل هاي I need to investigate it study it وأشوف هل هي تصلح
as a subgrade material. Is it a good material as a subgrade material of soil? ولا لا. فالاش تو دي came up with a number that they called group index اللي هو ال GI. The group index هذا الفكرة منه إنه its value طبعاً it's been calculated from an empirical equation that they proposed. في الأخير أنا إذا بدي أصنف الصويل مثلاً بدي أقول A1 A0. 0 هي it means the group index. كل ما كانت ال value تبع ال group index قليلة كل ما كانت ال soil is a good as a subgrade material. فالجروب اندكس هي عبارة عن F200 يعني نسبة المواد المارة المنخل 200 minus 35 اللي هي threshold مثلا هاي كانت 70% وبالتالي needs to be applied as 70 minus 35 0.2 plus liquid limit minus 40 واللي هي value تحددت هون F200 هون PI minus 10 فبالتالي أنا بدي أطلع الجي آي اللي هو الجروب اندكس. هسا ممكن الإيكويشن هاي تعطيني value negative. متى بتعطيني value negative؟ إذا كان for example إذا كانت الـ F الـ percent passing 200 أقل من 35 إذا كانت مثلا هون 10 بالتالي 10 ناقص 35 minus 25 فممكن في المحصلة الجواب يعطيني negative. إذا الجواب يعطيني negative value معناته فأنا راح أخذ الـ GI as 0. In addition, بدي أعمل to the group index is rounded off to the nearest whole number. For example, إذا كانت الGI 5.4 needs to be rounded to 5. إذا كانت الGI 5.5 معناته it's rounded to 6. بعدين there is no upper limit for the group index لأنه كل ما زادت الفاليو تبعته كل ما كانت الصويل عندي أسوأ. طبعا لاحظوا التشارت هاي از يعني بنستخدمها احنا بصراحه this is as a guide لانه بقول لك حسب الليكود علاقه الليكود ليميت مع البلاستيسيتي اندكس ممكن تيجي السويل هون فبالتالي هون هي راح تكون A26 مثلا او A6 هون A25 او A5 A76 و so on and so on. بعدين the group index for soil belong to group A1A, A1B, A24, A25 and A3 is always zero. ليش always zero؟ لأنه الماتيريال هاي وين موجودة؟ موجودة في upper portion of the table. فبالتالي هاي الماتيريال بتكون نسبة الفاين فيها less than 35%. فبالتالي هاي بتكون غالبا is a good subgrade material. When calculating the group index for soils that belongs to group A26, A27, use partial group index for PI or use this equation. طبعا if you يعني هو اللي هون صار في elimination the some portion of the equation. طبعا بحسب ال value تاعت ال liquid limit وال percent material passing sieve number. 200 طبعا ليش هون لانه اصلا الفاليو هاي راح تكون اقل من 35 فبالتالي هون راح تعطيني نيجاتيف. اكزامبل الموجود عندي هون بالله طلعوا لي على الاكزامبل هذا وشوفوا وات كان وي دو تو ريزولف ذس او حتى نحل هذا الاكزامبل. في اي حدا له اي سؤال لحد الان؟ لاحظوا أنا هون نسبة المواد اللي مرة مخل نمبر 10 100% صح؟ نمبر 40 80% ونمبر 200 85 فبالتالي إذا ما تكون 58 معناته أنا في الأبر بورشن ولا اللور بورشن؟ مين بقول لي؟ مين بقول لي يا شباب؟ شباب ليش التفاعل سيء جدا؟ في اللور بورشن دكتور طبعا في اللور بورشن اوف ذا تيبل فبالتالي لاحظوا لانه الابر بورشن لاحظوا هاي هون 35 اور ليس هون مور ذان فبالتالي انا
أول جواب بقول لك إنه الماتيريال هاي سيلت وكلي، بالتالي أنا باللور بورشن أوف ذا تيبل. هسا الليكويد ليميت اند بلاستيسيتي اندكس اوف ذا ماينس نمبر 40، يعني الماتيريال اللي زي ما اتفقنا باسنج نمبر 40 ار الليكويد ليميت قديش يساوي 30، والبلاستيسيتي اندكس بي اي قديش يساوي عندي 10. فخلينا نرجع للتيبل. اول شيء انا عندي اول شيء بقول لك بيرسنت باسنج نمبر 200 عندي انا 58 صح؟ هون بقول لك 36 مينيمم 36 مينيمم 36 مينيمم 36 مينيمم، معناته كلهم they apply، معناته انا ما جبتش اشي جديد. هسا قديش شو الليكويد ليميت؟ الليكويد ليميت عندي 30 والبلاستيسيتي اندكس 10. هسا لاحظوا هون الليكويد ليميت بقول هون 40 ماكس، معناته هاي ابلاي. هون بقول لك 41 مينيمم، اقل شيء لازم يكون 41، بس انا الفاليو عندي قديش الليكويد ليميت 30، معناته هاي doesn't apply. هون بقول لك 40 ماكس، معناته هاي ابلاي، يعني هاي ابلاي هاي ابلاي. هون بقول لك 41 مينيمم، معناته هاي does not apply، فمعناته انا صرت بين ال A4 وال A6. هسا شو اللي بحدد عندي بين ال A4 وال A6؟ يعني شفت الليكويد ليميت بدي اشوف البلاستيسيتي اندكس. لاحظوا البلاستيسيتي اندكس بقول هون 10 ماكس، هون طبعا هاي already eliminated ما بتطلع عليها، وهاي already eliminated بتطلع على الثنتين هذول. هون بقول لك 11 مينيمم وانا عندي ايش 10، ف يعني هون انا بقول لك لازم اقل شيء يكون 11، انا عندي ايش 10. therefore معناته انا شو الكلاسيفيكيشن تبع الصويل يكون عندي في الحاله هاي يا شباب؟ A4، الصويل بيكون عندي A4، فمعناته this is the my classification of the soil A4. هسا بدي احسب الجروب اندكس، فلاحظوا الجروب اندكس طبقنا في المعادله هاي طلع عندي جروب اندكس 3.45 قربته ل 3، فصاير الكلاسيفيكيشن تبعت السويل A4 3، هاي اللي هي الكلاسيفيكيشن تاعت السويل. اللي بدي اياه منكم ترجعوا على الاكزامبل هذا، طلعوا عليه جو ثرو ات، اتاكد انه انت تقدر تستخدم الطريقة هاي and you master it، لأنه لما نجيب لكم سؤال في الامتحان يعني رح نعطيكم مش أكثر من 3 minutes حتى تعمل classification للصويل according to the H2. في أي حد عنده أي سؤال؟ أي سؤال يا شباب؟ طبعا بعديها رح نحكي عن ال unified soil classification. أي سؤال يا شباب؟ ما في أسئلة؟ طيب شكرا لكم والله يعطيكم العافية، بس بالله رجاء تطلع على المحاضرة هاي تقرأها، لأنه المعلومات اللي بنشرحهن الآن راح نستخدمهن later on، راح يكونوا basics لأذر topics. شكرا لكم يعطيكم العافية.